كفاية شحاتة وجرأة، أنا مش هساعد حد وساعدوا نفسكم. رد صادم من الفنانة جولي بكر على متابعة طلبت منها تلاجة. فيا ترى إيه اللي حصل؟ فاجأت الفنانة جولي بكر المتابعين بتوعها على إنستجرام بأنها قفلت التعليقات على الصور بتاعتها وحذفت ناس كتير من حسابها على السوشيال ميديا. وطبعاً تصرف جولي خلى المتابعين يستغربوا، خاصة إنها ما وضحتش السبب. لكن بعد ما المتابعين بدأوا يسألوا عن السبب، نشرت جولي ستوري ليها على إنستجرام كتبت فيها: مش عيب إني أحذف الناس اللي حرفياً مش بتعمل أي حاجة غير إنها بتراقب حياتي. أنتي من كرهك وغيرتك ليا مش قادرة تبركيلي على حاجة، استخافة دي. وطبعاً تصرف جولي خلى المتابعين ينتقدوها لدرجة إن البعض منهم اتهمها بالغرور والتكبر بعد ما كسبت شهرة كبيرة في مسلسل جعفر العمدة بعد ما لعبت دور وداد. لكن المفاجأة إن جولي ما قفلتش التعليقات عشان الشهرة اللي حققتها بعد جعفر العمدة، واضطرت إنها تقفلها بسبب طلبات المساعدة من المتابعين اللي بيبعتوها لها في التعليقات، وده اللي ضايقها وخلاها تقرر تقفل التعليقات. وكتبت جولي ستوري ردت فيها على المتابعين وقالت: اولا عشان الاسئله الكتير اللي بتجيلي بخصوص انا ليه قافله الكومنت على عدد معين، لان بجد الموضوع مخيف، مش كل الناس اللي حوالينا محترمين ومش كل الناس نظيفه وتعليقاتهم محترمه، في مجموعه كده مريضه وتعليقاتهم انا ما اقدرش استحملها او اشوفها، وعشان انا بحترم اللي حواليا قفلتها على المقربين مني والناس المحترمه اللي متابعيني، غير اني برضو بخاف جدا افتح الدي ام، ساعات بيلفت نظري الناس الجميله المحترمه اللي بتحب تهديني حاجات شغلهم مش تمام. اما الشحاته بقى اللي وصلت على انستجرام، فهل ده بجد؟ اللي عايز مساعده ب 3000 وهو مصور نفسه ماسك تليفون ب 25000 جنيه، واللي عايزه تجهز نفسها ونفسها في ثلاجه وانا اصلا ما اشتريتهاش، بجد ازاي كده؟ ايه كميه الاستفزاز والجرأه اللي عندكم دي؟ انزل او انزلي اشتغلي، تعبوا وانجحوا وساعدوا نفسكم، في غيرك نحت في الصخر عشان يوصل ومحدش ساعدهم ولا ساعدني. يا ريت ما تغرموش اهلكم عشان حضرتك تتصور وانت ماسك موبايل جديد، اتعب واحصد تعبك. وطبعا تصرف جولي بكر عمل جدل على السوشيال ميديا، ففي كتير من المتابعين انتقدوا تصرف جولي وشافوا انه دور تكبر وغرور منها، وانها المفروض تساعد اي حد بيطلب منها المساعده طالما مقتدره. لكن في فئه تانيه من المتابعين ايدوا جولي في تصرفها وشافوا انها معاها حق، خاصه ان في ناس كتير بتدعي انها محتاجه عشان تاخد فلوس من المشاهير، وقالوا المتابعين في تعليقاتهم بقت وسيله كسب سريعه من غير لا شقه ولا مجهود، وفي ناس كتير بتصدقهم. اما بقى في متابعه تانيه ردت وقالت: عيب اللي بتقوليه ده، لو هتساعدي في الكتمان لو رافضه بلاش تجرسي الناس. ودي ما كانتش المره الاولى اللي اثارت فيها جولي الجدل على انستجرام، فسبق ونشرت صور للشاحن بتاعها وهو مفرقع بعد ما حطته في الكهرباء، وقالت انها تعرضت للحسد بعد المسلسل. وكتبت جولي في الستوري تعليقا على الصوره: الشاحن فرقع في وشي، حياتي والله مش بمبي، لا حول ولا قوه الا بالله، انا حتى تعبانه وبروح المستشفى كل يوم، بس مش عايزه انزل الحاجات دي، ده غير وجع معدتي اللي مش بنام بسببه، كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثاتي في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. فيا ترى جولي هتتراجع عن فكره قفل التعليقات على انستجرام بعد اللي بتتعرض له من المتابعين، ولا هتصر على موقفها؟